هو انا لسه بتمرن مع المدرب المصري، هو معايا احمد شهيب، المدرب بتاعي اكتر، بقاله اكتر من 10 سنين. احنا بس اضفنا جريج معانا لبس مجرد ان بقى عندنا حاجه مختلفه، ان كنا محتاجين تغيير شويه احنا الاثنين، فبقى هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض، وبروح اتمرن عنده شويه، وبتمرن في اسكندريه معظم الوقت، فاكيد هو عنده خبرات كتيره جدا، عدى بمواقف كتيرة قوي، فأعتقد أكتر حد ممكن يفيدني يعني في الفترة الأخيرة، وإزاي يخليني أقدر أتحسن يعني. والحمد لله مبسوطة بعلاقتنا مع بعض، وحاسة إن إحنا ماشيين في اتجاه كويس يعني. الموضوع بيبقى صعب شوية إن الواحد يفصل من هو يطلع من بطولة عالم ويلعب ببطولة تانية كبيرة. حاسة إن ده ممكن كان يبقى عامل في إن أنا مكنتش بوصل الفاينل السنتين اللي فاتوا، بس الحقيقة كنت بحاول المرة دي ان انا اجي بطولة شهر 4 في اخر برضو سيزن، بس لسه عندنا بطولة العالم وعندنا بريتش اوبن، فهخش بمايند سيت مختلف شوية، والحمد لله مبسوطة ان انا اخيرا وصلت فاينل تاني السنة دي. يعني اكيد ما حدش بيبقى عايز يخسر جيمات، او بالذات اول جيم، لان هو بيبقى اهم جيم في الاول، فكنت بحاول طبعا ان انا ما افكرش ان احنا لسه الماتش في الملعب، ولسه ده مجرد جيم واحد، لسه فاضل 2 و3 او 4، فحاولت ان انا انسى الجيم الاولاني اللي انا خسرته، وان احاول طبعا الجو كمان بيبقى حر، فكل ما بتحاول تقلل وقت في الملعب كل ما بيبقى احسن، بس لو خسرت جيم او خسرت جيم هو ده اللي حصل، فلازم تحاول ان انت افضل ماسكه لحد اخر الماتش يعني. فحاولت ان انا انسى يعني اول جيم، وابدا من الاول اكنه اول جيم خالص. هو احنا البطوله دي بتعتبر من البطولات الطويله، فبيبقى عندنا كل ماتش بيبقى عندنا يوم بعديها راحه، فالحمد لله انا كان عندي امبارح يوم راحه، فالنهارده ماتش حد تقيل، فتحاول ان انا جسمي اوريدي نوعا ما مش بيبقى زي مرهق زي ما بيبقى بيلعب فيه ماتشات كل يوم ورا بعض، فبس خلاص سيمي فاينل فاينل ماتشين ورا بعض، ودايما خلاص اخر ماتشين في البطوله، فاكيد هيبقوا ماتشين تقال، فاحنا متعودين دايما نحاول نعمل ريكفري سريع، بيبقى في اكل كويس ونوم كويس، يبقى في روح لفيزيو عشان اقدر ان انا نبقى جاهزه يعني الماتش فاينل.